خدوش، انتم لازلتم تشاهدون، رايكم شباب ومعانا فن جديد، وكل الشباب من حقهم ان هم يعبروا عن رايهم لان كل واحد حر في رايه والراي. رايكم شباب، وانضمنا في الاستوديو شابين عندهم موهبه جديده ولذيذه، مش جديده قوي بس جديده على رايكم شباب. معانا محمد العبيد، ليه اهلا بيك معانا، وكمان خالد الفايلت، منورين استوديو رايكم شباب، واحكوا لنا ايه اللي انتوا بتعملوه بالظبط. مبدئيا احنا نرسم على السيارات، على تقريبا سياكل او بقيات او يعني على حسب طلب الزبون، على المركبات بشكل على المركبات بشكل عام. عامه يعني صبغه السياره تصير غير طبعا، اكيد غير عن الرسم العادي، لها موادها الخاصه، لها عدتها الخاصه. نعم خالد محمد، اكيد احنا وايد مستانسين ان قاعد نشوف مواهب شبابيه كويتيه قادرين انهم يدخلون كافه المجالات، ولكن نبي نتكلم بشكل مفصل اكثر. احنا الحين شايفين على الهواء غطاء احمر على صور حياه العظميه، فنبي نشوف طريقه عملكم، شلون تسوون كذي، شلون ترسمون كذي على غطاء السياره. طيب مبدئيا طبعا احنا اول شيء راح يكون عندنا اساس حق كبوت او الغطاء مثلا حق المكان اللي راح ارسم عليه، في مواد نستخدمها مو متواجده بالكويت، قاعد نطلبها ويعني قاعد نحاول كثر ما نقدر نجيب مواد نظيفه شوي، لان بالكويت للاسف مو موجوده المواد هذه. هل عندكم محل خاص يتوجهون لكم الزباين وكذي، ولا قاعد تشتغلون كذي كهوايه فقط؟ لا هي مبدئيا كهوايه، في عندنا ورشه بالبيت نشتغل فيها ونجهز يعني مجهزه بكل شيء من كل النواحي. مرات نحتاج ان نرسم على سيايير او نفس السياره اللي راسمينها الحين هذه، هذا ما رسمناها طبعا بالبيت، السياره نفسها اجرنا فيها فرن جراج وسوينا عندها السياره. اوكي الحقيقه هو يعني مميز جدا، بس واضح من اللي قدامنا ان هو مش رسم بالايد قد ما هو فيه طباعه او كده، فانا عايزاك يا خالد تشرح لنا الطريقه واحده واحده. بالضبط هذه السياره يعني السنسور يسمونها يعني طباعه تقريبا، نطلب احنا السنسور يطلبونه من برا، هي قطعه بلاستيك محفوره بشكل معين تنحط مكان اللي نبي الرشه، وبعدين عندنا الاير براش اللي هو قلم خاص يكون حق الرسم هذا، نرش القطعة اللي نبيها تاخذ الشكل ونطلعها. بعدين في تفاصيل معينة يمكن هذه ما اشتغلنا فيها بالتفاصيل لأن مستعيلي، بس يعني في بعدين هي تعتمد على إيد اللي يرسم، ممكن تالي يدش بالتفاصيل الظل والنور والألوان بعد. والألوان يستخدمون ألوان، بس الألوان مبدئيا يعني قاعد نحاول يعني نمارس الالوان، لان الالوان راح تطلع احلى بعد من هذه طبعا. طيب بس مش انتم عاملين الديزاين، يعني الديزاين بيجي جاهز وانتم بس؟ اي الديزاين الحين هي جاهز طبعا كلهم كذي تقريبا. ديزاين شنو يعني قصدك، القصه مالت الغطاء؟ لا ديزاين الرسمه نفسها. ديزاين الرسمه يعني هذا انت عندك هنا اكثر من رسم، اكثر من شكل، هو راح يكون مثلا جايب بس قطعه واحده، احط القطعه هنا واروح حق جهه ثانيه مثلا من السياره او من الغطاء نفسه وارسم نفس الرسمه، ممكن تكرر معي الرسمه اكثر من مره. حلو. طيب الغطاء هذا مثلا ايش كثر ياخذ منكم وقت لتجهيزه؟ هو عامه ما تاخذ وقت وايد، هي التاسيس هو اللي ياخذ منه وقت. يعني احنا ما نتكلم عن الغطاء، نتكلم عن سياره كامله، لان بالكامل تكون كذي التاسس السيارات الرشمه اول شيء بيس كود، وبعدين اساس ثاني يعني كلها مواد خاصه عشان تتحمل الكاندي اللي هو اللون هذا الاحمر، الاحمر هذا شفاف يعني الرسم راح يكون على بيس سيلفر وبعدين يرش بالاحمر الشفاف هذا، فشنو لازم تبني صح حق الكاندي هذا. يعني يختلف الوقت من شغله لشغله، ما تاخذ منكم وقت طويل، ولكن ليش ما تفتحون محل خاص حق الزباين اللي هم يجون؟ يعني هني ما شاء الله اتوقع الشباب يحبون وايد الحركات والسوالف هذه، فليش ما تفتحون محل خاص؟ يعني هذه صرعه، احنا قاعد نشوف تقريبا شيء يشبه الصرعه، ولكن لا يعني الشباب هنا في الكويت ما شاء الله ما قصرون، يحبون كل الاشياء وتشوف ساعات حركات واشياء غريبه في السياره، ففي خطه لعمل محل خاص فيكم؟ والله بالمستقبل ان شاء الله عندنا في خطه، يعني عن قريب ان شاء الله يكون في عندنا محل خاص فينا الادوات طبعا. راح تربحون طبعا، نشتغل حق المعارف، يعني مو اي واحد والله اشتغل، لان مثل ما تدري احنا موظفين وكذي، ففي جزء معين من وقتي اقدر ارسم او اقدر اطبق. يعني انتم للحين مو مفكرين منها ربحيا ابدا؟ يعني لا على الطلب، يعني الحين بس
سياكل مثلا تعرف الكاميرات وشي فري هاند. يعني الحين احنا قاعد نتكلم عن ستنسل بالنسبة حق السيارة هذه، بس في رسمات تي فري هاند يعني القلم على ايد الرسام يرسم عليها وكذي. يعني كان عندي قطعة هني هذه كانت توها جزء ترى على فكرة من ربع ساعة يمكن اشتغلت فيها بس بسرعة فري هاند ويتشذي. يعني انتو الى جانب الحس الفني ممكن نقول ده شغل فني كمان عندكم هواية الرسم او ان انتو بترسموا بديك صح تعلمتوا في حتة المواضيع دي كلها وازاي تعمل البيس كود والحاجات دي ولا تقريبا الانترنت مواقع الانترنت وطبعا الشرح. والله يا عزيز ده انتم 100% انا فعلا مبسوطه لانه كل الناس تقول لك ما فيش حته تتعلم ومش لاقي مصاريف وما عنديش وقت اتعلم. يعني ممكن تخش على الانترنت دلوقتي تتعلم تتعلم بعدها ما تفكر انك تسوي سيارتك لانه هاي بالله سيارتها شغل وايد بس تطلع ان شاء الله. الموضوع ده اوكي ليجل يعني قانوني ولا فور ناو؟ لا اتس نوت ليجل لان شوية لكن على الخلق الداخلي احنا بس يعني اللي بنطلبها انه يعني لو هالسيارة احنا ما تمشي فيها بالشارع وايد تكون حق شو او حق معارض او او فيعني لو نسجلها بنادي السيارات او شيء كذي يكون لكم مثلا ليسن خاص او ليسن خاص يكون مذكور فيه اللون مذكور فيه مثلا تأشيرة معينة انه يعني أو لما يوقفني شوية يرحمني بس بعدين ما تعتقد ان الواسطة راح تشتغل ويصيرون كل الشباب يروحون حق نادي السيارات هذه المشكلة يعني ما نقدر نتكلم عنها لأن انت رايك فيها صحيح انه يعني القانون شايف انه دي حاجة مش مسموح بيها يعني هم خايفين اكيد انه ممكن البعض يتهور ويحط مثلا شعارات غير لائقة او صور غير لائقة انت رايك في الموضوع ده؟ والله بالنسبة حق الشعارات الغير لائقة يعني اول شيء يعني حتى الرسمات هذه مرات يعني الزبون يطلب الرسمات مثل شخصيته فاحنا حتى لو مثلا يجينا زبون يبي يرسم مثلا صوره غير لائقه او انه تشوه المنظر الحضاري بالنسبه حق الكويت وحق سواء يعني يحترم جميع فئات الناس من الاطفال من متوسطين العمر من كبار الاعمار فلازم يكون يعني طبعا في شويه يعني يطلب طلب محترم. حتى يعني الرسمات انا هذه كانت مجرد بدايه يعني هذه اول خطوه اتجهناها اول عمل سويناه تقريبا. انت قلتوا بتجيبوا الحاجات من برا فهل هي مكلفه قوي؟ مكلفة لأن إحنا قاعد نطلب الأغراض هذه من برا طبعاً تعرفين أنت الشحن وغير الوقت اللي تأخذ المواد هذه على ما توصل صحيح. فيعني إحنا نتمنى على الأقل يعني يوفروا لنا المواد هذه هني لو بالأسواق يعني ما في صح. إن شاء الله تكون متواجدة في جميع أسواق الكويت. ولكن هل تعتقد أن أنت والشباب الوحيدين في الكويت الذين قاعد تقومون برسومات على السيارات سواء غطا دب غيره؟ طبعا اكيد كل اجزاء السياره صح طبعا. انتوا الوحيدين ولا في تستمعين عن شباب ثانيين؟ والله ما اعتقد في ناس قاعد يشتغلون. انا سمعت عن اشخاص معينين هم بعد وركشوب عنده بالبيت وعامه يعني ما تاخذ وايد سبيس يعني وركشوب ممكن يكون صغير وتشتغل فيه. انا سامع انه في شباب يشتغلون بس لحد الحين العمليه اندر جراوند هذه مو بين ما في شيء. نعم عموما خالد الفلتشاوي ومحمد العبيدلي يعطيكم العافيه على وجودكم معنا اليوم في الراي ورايكم شباب. واكيد الكثير من الشباب تعرفوا على هذه الهوايه الجديده اللي عجبت الهوايه الجديده هذه يتوجهون لكم ولا يدخلون يوتيوب على موقع الانترنت تتعلمون وكل التوفيق وان شاء الله نشوف محلكم ونسمع عنا كل خير وتتوفقون ان شاء الله في كل اعمالكم. شكرا لكم. اكيد خليني افكركم انه بكره عندنا حلقه القضايا وضيوفنا مميزين جدا الكاتبة والأستاذة الجميلة ليلى أحمد وبشار جاسم ومجموعة من المداخلات والأسئلة والمواضيع السخنة هتكون معاكم في رأيكم شباب. أفكركم سؤال الحلقة؟ أفكركم سؤال الحلقة. سؤالنا بيقول ما هو السندس في اللغة العربية؟